مثل هذه القوانين، ونحن نعتقد أن الاتحاد من أجل الله، ولذا دون العظيم فإنها لن تطبق، لن تطبق ولن تمر. نحن كمسار ديمقراطي اجتماعي ولكن كاتحاد من أجل تونس بمكوناتها المختلفة نعتبر أن هذا القانون هو بداية إقامة نظام فاشي في البلاد، لأنه ننطلق دائما بالإقصاء، إقصاء من؟ إقصاء المنافسين السياسيين اللي يمكن يعترضون في الانتخابات. المستهدف الأول من هذا الكل هو الانتخابات. حركة النهضة ما عادش تحب انتخابات، حركة النهضة تحب أشياء على مقاسها وانتخابات على مقاسها كما كانت الانتخابات السابقة. وبالتالي مانيش نطول عليكم، نقول نحييكم انتوما، وفرق كبير بين حضوركم المتمدد المتحضر وحضور العصابات اللي جات البارح اربع قعدات ناس الهبل على الصحفيين وهدوا النواب وهدوا الجوانس الاحرار. وبالتالي نقول لهم هذا شعب تونس نحبوه، وهذاك ما يمثلش شعب تونس، هذوكم ناس هامشين يستعملوا حركه النهضه بشرط النفس الديمقراطي بشرط دائما وحدة متى وحدة لنخدمون. نحن خلقنا توازن جديد، يجب أن نحافظ على هذا التوازن، أن ندعمه، أن نقويه. هذا هو سبيل خلاص تونس، هذا سبيل خلاص تونس، أنتم سبيل خلاص تونس. شكرا وسننتظر. شكرا، والكلمة الآن للأستاذ نصر الزياني.